السلام على من غسله دم، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطين عشو، وفي قلب من والاه قبر السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله، من ذا يقدم للجواد ولامتي والصحب صرعى والنصير قليل فأتته زينب بالجواد تقود والدمع من ذكر الفراق يسيل وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا فيا ليت الجبال تزول ولمن تنادي والحماة على الثرى. خفف الأنوار، خفف الأنوار، جزاكم الله ألف خير. ولمن تنادي والحماة على الثرى صرعى وما منهم يبل غليل ما في الخيام وقد تفانى أهلها إلا نساء ولهن وعليل فتبادرت منه الدموع وصاح يا أختا وصاح يا أختاه صبرا فالمصاب جليل طلعا يا ويلي من الخيم ويلي طلعت يا ويلي من الخيم تبكي وتنادي وش تقول طلعت يا ويلي من الخيم تبكي وتنادي ش تريد قلي يا سنادي قال اريدا من يقدم لي جوادي صاحت انا اللي لك اجيبه يا ابن عدنان راحت وجابت للجواد بقلب مفتوت وصاحت يا خويا مسألة يا نور لبيوت هل شفت حر مخليصها عازم
على الموت وتقدم جواد المنية يا حيرة. نادى عليها لا ولا مثلي أحد صار، ما بين 70 ألف واحد ظل محتار، ينظر القوم وعزوته كلهم بلوعة، ما حد بقى مثلي أبد في كل الأكوان. وقف الحسين سلام الله عليه ينادي: ألا هل من ذاب يذب عنا؟ ألا هل من موحد يخاف الله فينا؟ فارتفعت أصوات البكاء والعويل من مخيم الحسين، فأقبل مسرعا فرأى الإمام زين العابدين يتوكأ على العصا ويجر السيف جرا ويقول: لبيك داعي الله، لبيك داعي الله. صاح الحسين بأخته أم كلثوم: يا أم كلثوم احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله. فأرجعه إلى الخيمة، جلس معه في الخيمة، سأله الإمام زين العابدين: أبا يا حسين، أين ابن عمي القاسم؟ قال: عظم الله لك الأجر، لقد قتل. قال: أين أخي علي الأكبر؟ قال: عظم الله لك الأجر، لقد قتل. قال: أين عمي العباس؟ قال: عظم الله لك الأجر، لقد قتل. ثم أوصاه بهذه الوصية، والوصية لكم يا أحباب الحسين، الوصية لكم يا شيعة الحسين. قال: بني علي، إذا رجعتم أرض المدينة فأبلغ شيعتي عني السلام، وعليك السلام يا أبا عبد الله، وقل لهم إن أبي مات عطشانا فاندبوه، ومات غريبا فابكوا عليه، أين المنادي وحسينا؟ شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروا، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوا. أسألك سؤال، تشوف الحسين بقلبك ولا؟ ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي، فأبوا أن يرحموني فسقوه عوض الماء بكاسات المنون، أين الصارخ وحسينا؟ التفت الحسين إلى أخته زينب: أخي زينب، علي بعبد الله الرضيع، علي بطفلي الرضيع. جاءت زينب بالطفل الرضيع، لكن تعال شوف حالة هذا الطفل. يقول الراوي: دلع لسانه من شدة العطش، وكان مقمط وقد أغشي عليه. أخذه الحسين، جاء به نحو القوم، جاء به نحو القوم يستسقي له شربة من الماء.
يا الله ما أقسى قلبك يا ابن سعد، ما أقسى قلبك يا حرملة. طفل صغير لم يجني جناية، رؤية الطفل الصغير تفطر القلب، فكيف بالرضيع؟ يسأل حرملة أما رق قلبك؟ المختار يسأل حرملة ويحك ماذا صنعت؟ أما رق قلبك لحال هذا الطفل؟ قال نعم أيها الأمير، لقد رق قلبي في حال واحد. وما هو هذا الحال؟ قال اعلم، لما وضعت السهم في القوس ما رق قلبي، لما جريت وتر القوس ما رق قلبي، لما رأيت السهم يهوي في الهواء ما رق قلبي، لما وقع السهم في منحر الطفل ما رق قلبي. فقال له المختار ويحك إذن متى رق قلبك؟ قال رق قلبي لما أحس الطفل بحرارة السهم وكان مقمطا، استخرج يديه الصغيرتين من القماط وشبك بهما على رقبة أبيه الحسين. تلقى الحسين دماء الطفل بيده، رمى بها إلى السماء. يقول الإمام الباقر والله ما سقطت من دمه قطر على وجه الأرض قط، لكن ساعد الله قلب الحسين. لما رجع إلى المخيم استقبلته العزيزة سكينة، أبا أبل سقيت أخي الماء وجئتني بفاضل. قالت سقيت أخي وجئتني بفاضل الماء، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا، انا اللي خان بدهري يشبيدي على الذي روي ضماي. جذب حسره وحط اخوها بين ايديها ومدده، صاحت اش صاير بخي؟ طفل صغير تخليه على الارض يا ابا عبد الله. صاحت اش صاير بخي؟ تمدد فوق الثرى، صاحنا لا تنشديني وشوفي بحال اشجره، صدت ولن انفرق ولو داج مهبرة. شقت وصاحت يا خويا اش هالذنب منك سدى، اصغير ونحلت جسمي بونتك والقلب ذاب، واسفة يا مدلل يضل معفور خدك بالترى. للرضيع بعجل قومي وفرشي له يا ربا، من الشمس ذايب فاده وساد جيب وسده. وطلعت امه من المصيبه تصرخ بحال فظيع، طفل ومخضب بدمك يا عبد الله، ردتك التالي زماني لا اضل حرمه وضيع. جال لي تصير سلوى لتروحي لك فدا، وجلست فوق الثرى متربعة وبحسب ظنها بلبنها ترضعة، صدت لنا انفارق ولو داج مقطعة. دفنه الحسين كما في الرواية على باب المخيم، ويقال أنه فيما بعد استخرج هذا الطفل الرضيع ودفن على صدر الحسين. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء،
بات الحسين وأصحابه في مثل هذه الليلة ليلة العاشر من محرم، ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وتال للقرآن ومناج لله تعالى. في مثل هذه الليلة أعطاهم الحسين الضوء الأخضر ليتفرقوا عنه. قال أصحابي: هذا الليل قد أرخى سدوله، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، وتفرقوا عني، فإن القوم ليس لهم طلبة غيري. فانكبوا على يديه ورجليه وهم يبكون يقولون: ما عذرنا أمام جدك رسول الله يوم القيامة؟ والله لا نفارقك، والله ما نفارقك حتى تسيل دماؤنا، تسيل دماؤنا بين تحت رايتك. عظم الله أجوركم. فجزاهم الحسين خير الجزاء، بالليل جمعهم وقال الليل ممدود، روحوا فلا للقوم غيري أبد مقصود. وثاروا ما بين يديه كلهم ثورة وسود، نادوا صباح العيد يوم الغاضرية. جزاهم الحسين خير الجزاء، جزاهم الحسين خير الجزاء. ثم تقدموا الواحدة والآخر بين يديه حتى ضرجوا بدمائهم، ووقف عليهم الحسين محني الله متألما: إلا اسم الله وحرز الله على ابن الهاشمية. قلت رجال في طفوف الغاضري، قلت رجال وقلت معين وأحبه، ويسمع بالمخيم مصونات تندبه: قلبك شحاله لو تشوفه يلتي حبه، ايده على ظهره وضلوعه من حني. يصرخ بصوت: يا رجالي ما تقعدون، يا شبيه جدي ما تقدم لي الميمون، أويلي إلا يا حبيب ما تقعد تعاين حالة حسين. ويا زهير ويا مسلم ويا برير المحبي، أنا ظليت يا رجالي بلا ناصر ولا معين، بس العدا بجموعها حاطت علي، والمنه يذوب القلب ويشيب الراب. يوم وصل ذاك الغضيم فروى في الباب، وصاح انكسر ظهري بهالنوم يا عبا. لحد يا شيال اللواء تبقى رمي. أعظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. أنا ما راح أجيب المصرع، لعله فقط لمحة من المصرع، لعله يمكن، لكن وياك فقط إلى الوداع، إلى وداع العقيلة زينب سلام الله عليها للحسين، لأن الليلة ليلة صعبة على مولاتنا زينب. الليلة تعرف العقيلة زينب أنه إذا أصبح الصباح الحسين يروح،
العباس يروح، علي الأكبر يروح، تبقى بين يدي عدو لا يرحم. الله يا كربلاء يا كربلاء، ساعد الله قلبك يا زينب، لكن أهيئك للمصيبة أولا. على لسان العقيلة زينب وهي تخاطب أمها الزهرة وتشرح لها مصائب كربلاء، والليلة زينب هي التي تقرأ لكم، تقول بحسين يم الحسين ما قصرت كربلاء، بحسين يم الحسين ما قصرت كربلاء، ظلم أرمي فوق الثرى دم النحر غسله. لو شفت يوم الوقاف محتار بين العدة بدار رضيع فطام يومه بسهم الردى، ذوبنا لما رجع وقبالنا مددة، بحسين يم الحسن ما قصرت كربلاء، بحسين يم الحسن عباس يا فاطمة بالعمد راسا هشم درعانه مقطعة ومعمية عين بسهم، وحسين ظهرا انكسر من وقع راعي العلم، بحسين يم الحسن ما قصرت كربلاء، بحسين يم الحسن. الأكبر علي من وقع غربت عيني الولي، ومن عيني الحالتين ناداه يا مدللي، أمك غريبة تظل لا تروح عن علي، بحسين يا أم الحسين ما قصرت كربلاء، بحسين يا أم. وجاسم يتيم الحسين ما تنوصف حالته، أطفال تبكي ونسى للمعركة زفته، ما شفنا مثله ولد عرصا قضى بذبحته، ما شفنا مثله ولد عرصا قضى بذبحته، بحسين يا أم الحسين ما قصرت كربلاء، بحسين. ولو داع يم الحسن خلى النسى محيرة، هذي تحب جبهته وهذي تشم منحرة، وعياله كل ما بجت دمعة عليهم جرى، يا بحسين يم الحسن ما قصرت كربلاء، بحسين يا أم الحسين. وبالمعركة من ختم صبط النبي خطوته، يا الله يا الله، وصلنا إلى الأبيات القاسية. وبالمعركة من ختم صبط النبي خطبته، قدامي يا فاطمة صاب الحجر جبته، وبالمعركة من ختام صبط النبي خطبته، قدامي يا فاطمة صاب الحجر جبهته، وقدام عيني وقاع المثلث بموجته، أيوة حسينا
بحسين يا أمي الحسن ما قصرت كربلاء، بحسين يا أمي الحسن ما قصرت. أقرأ هذا المقطع لو لا أقرأ هذا المقطع تتحمل الليلة ليلة عاشوراء، خل أقرأه ماكو بعد، ما راح أتوقف عن قراءة بيت من الأبيات. الليلة ليلة عاشوراء، الليلة ليلة المصاب العظيم الجلل، هذا المصاب الذي زلزل الكون بأسره، وقدام عيني طلع المثلث من الظهر، ومن وقع فوق الثرى بالسيف جاه الشمر، وداسه وقطع من حراه، الآن تهيأ قلبك للمصيبة، مصيبة ليلة عاشوراء. يا الله استعد، عظم الله أجوركم. ودع الحسين النساء والأطفال الوداع الأول، ومضى إلى الميدان، حمل على الميمنة وهو يرتجز ويقول: الموت أولى من ركوب العاري، والعار أولى من دخول النار. ثم حمل على الميسر. شوفوا أنا أقرأ المصرع، من توصل من تشوف بأن قلبك محترق لمشهد من مشاهد المصرع لا تحبسه، قل وحسينا. أولي حمل على الميسر وهو يرتجز ويقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. عظم الله أجوركم، حتى ضج الناس من كثرة القتلى، وصار كلما تقدم إليه واحد ضربه بعجه بسيفه أو طعنه برمحه وأرداه قتيلا. هذا وبينه وبين السماء كالدخان، من شدة العطش فيمم شطره نحو المشرعة، كشفهم عن المشرعة، أقحم الفرس، أحس الفرس ببرد الماء، طأطأ ناصيته ليشرب. صاحبه الحسين: أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. يقول الراوي: فكأنما فهم الفرس كلام الحسين، نفض ناصيته من الماء لم يشرب. أقول هذا حيوان رق قلبه لحال عطش الحسين. قبح الله وجو بني أمية، حيوان فرس رق قلبه لحال الحسين، وبنو أمية يقتلون يذبحون الحسين ويجثون على صدره. ألا من مناد وحسينا، غرف غرفة بيده، صاحوا به: أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ خرج بأبي هو وأمي مسرعا إلى المخيم، فرأى المخيمات سالمة، وقيل أنهم حالوا بينه وبين رحله، فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم إلى أنسابكم أو أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فصاح به الشمر: ماذا تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، وهؤلاء النسوة والأطفال ليس عليهم من جناح. أقول: يا أبا عبد الله، فاقصدوني ما دمت حيا،
لا تتعرضوا إلى حرمي. أقول يا أبا عبد الله لقد هتك الحرام. مضى الحسين إلى المخيم، استقبلته العزيزة زينب سلام الله عليها، بقى بين النساء والأطفال، أمرهم بالصبر ولبس الوزر، ثم بعدها نادى المنادي: أين أنصارك يا أبا عبد الله؟ فقام الحسين مناديا: الوداع الوداع. فدرن به الأطفال والنساء، هذه تضمه وتلك تشمه، وأخرى تحث التراب على رأسها وتنادي: وحسينا. بينما الحسين كذلك، وإذا بطفلة صغيرة تدرج على الأرض، فاطمة من آل عقيل، وهي تصيح: عم يا حسين قف لي هنية، عم حسين قف لي هنية. قال: افرجوا لها. افرجوا لها. اخذها الحسين اجلسها على قربوس فرسه، صاح بها: بني ماذا تريدين؟ قالت: عم يا حسين ان ابائي واعمامي واعدوني بالماء منذ الصباح ولم ياتوا لي بالماء، وانا اكاد اموت من شدة العطش. قال: إني ماض إليهم وسأكلمهم بضمائك. قالت: لا يا عم، تذهب وتعود، ذاك يطول عليه، ولكن خذني معك إليهم. صاحبها الحسين: إن أنا أخذتك معي فمن الذي يرجعك إلى الخيمة؟ صاحت بها زينب: لقد أقرعت جفوننا وفطرت قلوبنا، بني انزلي. أخذتها عمتها زينب، أنزلتها، عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. بعد ذلك حانت من الحسين التفات، لم ير سكينة بين النساء، سأل عنها، قيل هي في كسر في الخيمة. جاء الحسين مسرعا إلى الخيمة، دخل وإذا بسكينة واضعة رأسها بين ركبتيها وتبكي، ألوى بعاتقه عليها ويقول: سيطال بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام داني. لا تفطري قلبي بنعيك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. قالت: أبا أراك استسلمت للموت. قال: وكيف لا يستسلم للموت من لا يرى له ناصرا ولا معينا؟ قالت: إذن ردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات، لو ترك القطا لغفا ونام. عظم الله لكم الأجر، أحسن الله لكم العزاء. أخذ الحسين يمسح على رأسها، ودعها ومضى إلى جواده، أراد أن يمتطي صهوة جواده، وإذا بصوت من خلفه يناديه: أخي حسين، أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين وإذا بعقيلة الطالبين: ماذا تريدين يا أخيه؟ قالت: اكشف لي عن نحرك وصدرك. كشف لها الحسين عن نحره وصدره، انحنت عليه، شمته في نحره، قبلته في صدره: ألا من مناد وحسينا؟ ثم توجهت نحو المدينة، صاحت: أماه، أمانة قد أدت ووديعة قد ردت. صاح بها الحسين: أخي، ما الأمانة والوديعة؟ قالت: اعلم يا أبا عبد الله، لما حضرت أمنا الوفاة
ضمتني إلى صدرها، قبلتني في صدري، شمتني في نحري، قالت لي: إذا رأيت أخاك الحسين وقد عزم على القتال يوم عاشوراء فشميه في نحره، قبليه في صدره. تعلمون أيها الأحبة لماذا اختارت الزهراء نحر الحسين وصدر الحسين؟ هذا وداع، وداع العقيلة زينب مع الحسين، ضمها الحسين إلى صدره، مسح على صدرها، قال: ربط الله على صبر على قلبك بالصبر يا زينب. أخذ يخاطبها بلسان الحال: يلا وياي، انتي امي وانتي بويا وانتي جدي وعيلتي، احضنين بقوة يا اختي حان موعد ذبحتي. هذا وداع حار بين العقيلة زينب والحسين. افتح قلبك حتى تنظر الى الحسين، تشوف العقيلة زينب وهي تودع اخاها الحسين الوداع الاخير. انتي امي وانتي بويا وانتي جدي وعيلتي، احضنين بقوة يا اختي حان موعد ذبحتي. عطني الميكروفون، لا بد انزل. الليلة ليلة عاشوراء، لا تحبس دمعة، لا تحبس صرخة، طيب قلب فاطمة في هذه الليلة. واسي الزهراء في مصابها، واسي رسول الله في مصابه، كل قراءة المتقدمة هي مقدمة لهذه المصيبة. انت يمي وانت بويا وانت جدي وعيلتي، احضنين بقوة يا اختي حان موعد ذبحتي. قعدي قبالي يا مهجة فاطمة وظنوت علي، وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي، بذكر أيام الطفولة وياك يا باقي علي، قبل ما يوقع بقلبي السهم يمرد موجتي. يقول: تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، ضربت المحراب وش سوت بهامة حيدرة. تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربت المحراب وش سوت بهامة حيدرة. شبد أخونا الحسن شايفه بالطشت متنثرة، ولازم تشوفين سيف الشمر. تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، ضربة المحراب وش سوت بهامة حيدرة. شبد أخونا الحسن شايفه بالطشت متنثرة، ولازم تشوفين سيف الشمور. أنا مو خوفي على صدري يذبحون الرضيع، وما أنا خايف عيلتي تتشتت وجسمي صريع. أنا كل خوفي على عمرك بعد عمري يضيع، انتي اغلى من بناتي ومن اخواني وعيلتي. واعظم مصيبة يا زينب منها سايل مدمعي، ما هي من ذبحة اولادي واخوتي ومن مصرعي. ما انا متصور يا زينب تدخلين على دعي، هذا البيت إلكم يا سادة،
هذا البيت لكم يا سيادة. وأعظم مصيبة يا زينب من هساي المدمعي ما هي من ذبحة أولادي وأخوتي ومن مصرعي، ما نمت صور يا زينب تدخلين على دعي يشتم قبالك أبونا. وأعظم مصيبة يا زينب من هساي المدمعية ما هي من ذبحة أولادي وأخوتي ومن مصرعي، ما أنا متصور يا زينب تدخلين على دعي يشتم قبالك أبونا ويظل يهشم لثتي. أين المنادي وحسينا؟ ومن يرد الأحصان يصهل بالظليمة من ذعور، أرتجيك بكسرة أضلاع أمك بقيب الخدور. استعد لسماع هذا المقطع. يا الله سيدي ومولاي يا صاحب العصر اعذرني على قراءة هذا المقطع، ما أريد واحد ينشغل بغير الاستماع لهذا المقطع. إذا واحد عنده حاجة يفكر فيها يقطع التفكير في تلك الحاجة، خليه يتوجه إلى هذا المقطع. يا الله. ومن يرد الحصان يصهل بالظليمة من ذعور، أرتجيك بكسرة أضلاع أمك بقيب الخدر. إذا مو متهيئ خلي أهيئك، إذا قلبك مو متهيئ لاستماع هذا البيت خلي أهيئك. يا الله. ومن يرد الحصان يصهل بالظليمة من ذعور، أرتجيش بكسرة أضلاع أمك بقيب الخدر. خوفي تشوفين متربع على صدري. أنا قلت لك من قبل ما راح أخلي بيت ما راح أقرأ هاي الليلة. يا الله سيدي ومولاي يا رسول الله المعذرة والرخصة، يا أمير المؤمنين المعذرة والرخصة، سيدتي يا فاطمة المعذرة والسماح، يا أئمة أهل البيت، يا بقية الله. ومن يرد الحصان يصهل بالظليمة من ذعور، أرتجيش بكسرة أضلاع أمك بقيب الخدر. خوفي تشوفين متربع على صدر الشمار، وراسي ما أريده قبالك ينفصل عن جثتي. أين المنادي وحسينا؟ قام عن صدره كبه وح قلبي على الثرى، وجلس متربع على كتفه يهبر منحرى، وكعبتي الأحزان فرت باليتامى تنظرى. يا الله يا الله
أشوف هناك شد شد يدعوني لقراءة هذا المشهد العصيب من مصيبة الحسين. اعذروني يا مؤمنون، عظم الله أجوركم، فرقى شمر على صدر الحسين ووضع السيف في منحره وضربه 12 ضربة. هذا والحسين كلما ضربه الشام نادى وجدا ومحمدا حتى فصل الرأس الشريف.